الآن بضيفنا العزيز اللي شرفنا. لا تكفى نقرا الهاشتاج قبل. خله هو اللي جاب كرسيه يتحمل. رحب بالكرسي اول شيء احنا. اي صح. بعدين رحب. لحظه الحين انت ركبت الكرسي هنا وزن الاضاءه. شوف اسمع خليك معي مضبوط تدري ليش؟ ليه؟ قل لي ليش؟ لا اطلع سالفه المستقبل. اي لا اهدى ترى كنت بقدران. الله يرضيك العافيه. اي واضبط وضعك. لا اله الا الله. يا هلا والله الغالي الاستاذ محمد الشمراني من مقدمين ومميزين في الشبكة وأيضا المشاركين في برنامج المزرعة، هذا البرنامج اللطيف اللي فيه جو درامي مميز ومسابقات تفاعلي مع المشاهدين، فيه خلطة صراحة نبغى نعرفها اليوم. صح. يا هلا والله. أمسي عليك بالخير يا حبيب رياض. أهلا أهلا. وعلى حبيبي أبو منصور. أي والله. يا سلام عباس يلا حيهم عسادة مشاهدين الكرام خلف الشاشات. انتوا عندكم حلقه اليوم، شو جابك الحين؟ راح ينشغل راح ترد. والله يا اخي من حبي وتقديري للبرنامج هذا بيت المجد اللي مفترض انك تضحي بوقتك عشان هذا البرنامج. الله. وبرنامجك يعني حتى نقدم يعني كل ما هو جديد في بيت المجد اللي تعودنا عليه دائما يقدم الحصريات. احسن ما شاء الله عليك. عندك شغل كلام هذا؟ ودي اسالك وانا كذا لانه كذا كله خد مو باين وجهي ترى انا ياسر المفروض اكتب اسمي هنا. طيب ابو شمراني اول شيء البرنامج بصراحه يعني عامل وهج الحمد لله لانه قائم على موضوع الدراما وكذلك زي ما ذكر الرياض، لكن ليش اخترته بالذات الاجواء الجنوبيه ديكور الجنوبي اللمسات الجنوبيه ليه هذه المنطقه؟ طيب جميل سؤال يخصني مرة يعني. بلا شك سؤال يخصك والله يعني من 20 سنة ترى من يوم بدأت القناة لم يظهر قالب بهذا الشكل في القناة لم يظهر وقالب جديد أنت تبغى تقدم شيء ابتكاري مبدع صراحة يعني وصورة بصرية أمام الشاشة أول مرة تظهر تعودنا على الشيء الطين الشعبي اللي فيه زخرفة بيضة أنت عارف لكن الديكور الجنوبي بهذه الألوان المختلفة المريحة للبصر لم يظهر ممتاز فحبيت بنا نرد مشكلة الديكور أنت موجود فيه بس ولا الباقي كيف؟ بالعكس أنا الزخرفة إيه؟ جميلة يعني هنيك اعتبرني يعني. محمد الشمراني يعني حطبة سدر ولا أثل موجودة ما تفرق معاه يعني. فهمت؟ لا بالعكس أهم شيء أهم لكن اسمع فحم لكن الفحم هذا خربة المجد والله ياسر أصلا الفقرة هذه عندي الفقرة هذه عندي أنا مذيع الفقرة هذه ما عليك عندي تفضل طيب خلاص ناظر انت والله شككت لا بس انه ترى على فكره عندي تجهيز الان المهم اسمع ترى في ناس يقولوا لي ورا هنا في كنترول انها ولا اقول لك خلاص بعدين عشان برنامج ال 20 سنه هذه ايه اول شيء البرنامج بصراحه يعني قعدت فتره طويله محمد والشباب اللي معاك تجهزون هذا البرنامج حكينا كذا عن بس البدايه والفكره يوم ما بدات والاهتمام بالتفاصيل اللي عندك ما شاء الله تبارك الله حدثنا فيه طيب عندك مداخلة قبل لا خلي ياسر واضح انك شفت اللي ما ذاكر يبغى يشارك عشان ياخذ الدرجة طيب حلو تفضل طيب بداية البرنامج صراحة احنا حرصنا ان يكون البرنامج كل شيء فيه مختلف متميز يعني احنا قعدنا فترة طويلة صراحة حتى مو البرنامج بحد ذاته رياض يعني انا ما ظهرت على الشاشة لي فترة طويلة صحيح ممتاز ويعني احب اني ادخل في تفاصيل كثيره وابني البرنامج من الصفر حلو تفرق معك انت ياسر يمكن جرب ونجربت لما تبني البرنامج من الصفر صح تحب تفاصيل كثيره تعرف كل صغيره وكبيره فيه جميل بدأنا من الفكره ممتاز انه وش البيئه اللي نختارها وش البيئه اللي نختارها حتى نقدم البرنامج فكان الـ يعني التصويت على البيئة الجنوبية والقرية الجنوبية بالتنوع هذا اللي حصل الصورة البصرية الرائعة اللي تمزج بين الألوان المختلفة واستخدام البيوت الحجرية وإلى آخره من ذا الأمور عكسناها على الديكور حرصنا أيضا على موضوع أن المسابقة تكون بسيطة أنت عارف أن في كل بيت يعني تتكلم عن قبل 15 سنة قبل 15 سنة كل بيت في جريدة كل جريدة العالم تطول عن شغلة معينة وش هي صح. الكلمات المتقاطعة صحيح يحلونها كذا في الجريدة أخذنا من فكرة الكلمات المتقاطعة أن نبرمجها يعني كمسابقة بسيطة وحرف سريع بحيث أن الجميع يشارك وفكرتها جديدة يا سلام برمجة جديدة أتكلم موضوع الشخصيات كذلك ترى اللي في موجود في البرنامج مو محمد الشمراني وعبد الله العبودي شخصية من الواقع سميناها أبو دباش وشخصية من الواقع حقيقية سميناها أبو عزيز يعني ليس محمد أو النهدى أبو عزيز أبو عزيز أبو دباش
وحقيقيه موجوده ترى، بس الاسماء مختلفه. عشنا مع الشخصيات هذه، تشربناها وبدنا نعيش على ارض الواقع ونقدمها. كل شيء في البرنامج جديد. الشاره يعني اخذت وقت وجهد منا حتى صورناها، صحيح، وحرصنا ان نعكس جو المزرعه في هذه الشاره. يا سلام، خليك على كلمه المزرعه. برنامجكم اسم المزرعه، والناس تسال تقول اسمها مزرعه بس ما شفنا شيء يتعلق بالمزرعه. مين اللي قال الكلام هذا؟ هذا من الهاشتاج، ما يد امي دخلنا. اطلع لي تغريده في الهاشتاج تقول الكلام هذا ان شاء الله. صورها نطلعها على الشاشه. والله هو قال انا داري ان احمد يونس هو اللي قال لك. طيب يلا مع السلامه. لكن ما في مشكله عادي، يقولون مشغولين بس يكلمون. إيه؟ شايف انت شايف البرمجه وشي مزرعه طماطم، مزرعه طماطم زي كذا. يعني الاصل احنا في قريه جنوبيه سموه محل الخضار. الكواليس والقصص كلها قاعد تصير وين؟ صح، في المزرعه. مزرعه محصولنا يجي من المزرعه. نتكلم عن الصوره البصريه، حقيقه قاعد يصير بالمزرعه. كل شيء قاعد يجي من المزرعه حقيقه. الحقيقه كلها جايه من المزرعه. حق اسف انا قاعد اقول لك يعني رساله مثلا الصوره البصريه. إيه؟ مثلا ليش ما كان في شتلات شجر؟ كان بودي يا ياسر، يعني ما اخفيك صراحه، كان بودي انه يعني انه البرنامج ممتاز يعني يصير حقيقه في مزرعه. صحيح، كان هذا الهدف اتوقع. كان هذه الفكره بالبدايه، انه يكون في مزرعه. لكن دائما الشخص اذا بدا من فكره وجد انه والله يعني لا، في بعض الامور تحدك انك ما تظهر بهذا الشكل، لا بد يكون عندك خطه باء وجيم عشان. يا سلام، وهذا الابداع والحمد لله. طيب ام عروب هنا تقول، ولا ما ليش تقول شيء؟ لا قول انت. قول عادي. لا قول انت. ام عروب تقول انه المزرعه جميل جدا ومتعوب عليه، بدايه من الشاره واللوكيشن والدراما المقدمه فيه وطريقه المسابقه. الله يوفقكم ويبارك في جهودكم. شكرا. تقول ابي اطلب طلب من الشمراني، عادي تردون على اتصال اليوم؟ لكن مو فلك هذه. صارنا الكنترول يرد يعطون. لا دقي من الان. إيه فكره المزرعه بطله وحماس، ويخلي الواحد يندمج مع البرنامج غصب. هذه ام عبد الله. تسلمين يا عبد الله. لطيفه تقول شاره المزرعه تفوز، بس الشاره الظاهر هي بالعكس. تقول ما قالت، بس قالت شاره. انا اقتبست، توقعت. نعم. هذا الامر ما ادري. انا ودي يعني اطرح بعض الامور، تسمحوا لي؟ قول يعني تطرح الاسئله بدون ما تطرح احد. لا ما راح اطرح احد ابدا. احنا بدأنا البرنامج، وبرنامج بكل امانه يعني قوي، يعلم الله لو تعبنا فيه يا رياض. صدق تعبنا فيه. لا شفنا بعد. لحظه بس وش المؤشرات يعني؟ اول ما بدا البرنامج ترند الثاني على السعوديه، ما شاء الله. اعلى نسبه مشاهده في من ضمن برامج ماسا الشاره حققت تقريبا 16,000 مشاهده ما شاء الله خلال يوم ونص تقريبا. جميل. تفاعلات اللي في تويتر، تفاعل الناس، يعني هذه مؤشرات ممتاز. احنا يعني يقينا احنا ندري انه الامور ماشيه، لكن هذا شيء يعني يفرحك انك الناس تتفاعل معك. الاسماء اللي معاكم غير يعني الانتيم الحين صار معاك ما شاء الله تبارك الله بصراحه، الاستاذ عبد الله العبودي، ايضا عادل المطيري، في مشاركين ايضا اشبال صغار وكبار زي بهالطريقه انتم، صحيح؟ هو البرنامج قالب درامي، يعني بدايه له قصص متصله منفصله ومن بدايته لين نهايته. جميل. وبيني وبينك صراحه يعني يمكن ياسر يعني بحكم انه في الدراما، كل ما خصيت في برنامج قالب درامي كل ما كان الموضوع مرن انك تضيف وتعدل تسوي شيء. صحيح، وغير كذا جذاب للجزء. ايه، وتقدر تضيف وتعدل، يعني ما اخفيك صراحه يعني أنا القصص اللي في الذهن والشغلات اللي قاعده تصير اللي اعرفها في القادم ان شاء الله بتكون يعني مغريه للجمهور الكريم. ايضا لا اخفيك سرا يعني البرنامج فيه 5 جوائز، يعني في 3 جوائز يصير عليها سحب، خصنا فيها من يشارك في الاجابه على السؤال، ينزل في حساب ماسا في الهاشتاج في تويتر. في تويتر 3 جوائز وجائزة للمتصلين. فالحمد لله يعني احنا لكم انتم يا استاذ ابو شهيد. كفو والله. لازم حصريه. انت اقرا من عندك، انا باخذ منه حصريه. ايش بتسوون؟ اعطينا كذا يعني ممكن فكره مشهد، حاجه كذا جايه في الايام. اليوم وش تسوون؟ اليوم في شيء درامي غير متوقع. من بيفوز؟ ها؟ اللي ولا ما دخل فيه. ما اقدر اتكلم عن القفله، لكن في شيء اليوم غير متوقع. اليوم؟ نعم. هذا يقودني لسؤال. ما ميز، خلنا نقول برنامج المنجم، انه فيه جزء منه زي ما قلت دراما وقصص ومشاكل مثلا وكذا، وهالشيء ايضا تواجد في برنامج المزرعه. هل في نيه انكم تستمرون في مساله الاسقاطات اللي تدخل فجاه مثلا عناصر خارجيه، تكلم صح التعبير؟ إيه؟ يعني مثلا احنا نعرف انه مقدم البرنامج العبودي الشمراني، عادل المطيري موجود كذا كشخصيه ثابته صح التعبير. بعض الأحيان نشوف شخصيات جديدة قاعد تدخل خارج نطاق المقدمين، هذول حيستمرون؟ حنشوف شخصيات جديدة؟ حنشوف من نجوم المد ممكن في القادم؟
جايين ضيوف. الشيء ما اوعدك بشيء من يعني، لكن انا اقول من يحدد هذا الامر هو السياق الدرامي اللي يصير موجود، القصه اللي موجوده. يا سلام. بناء على القصه توجد الشخصيات. يعني هذا هو الاصل في البرنامج من بدايته لنهايته. ايه هنا يقولون الله عليكم مبدعين ما شاء الله، ان شاء الله انكم رهيبين. مؤشرات تحمس بس للاسف التحصيلي ما خلاني اشوف شيء. ترى تحصيلي يوم واحد تختبرين خلاص انتهى الموضوع. في عادات بعدين. في عادات وفي مقاطع تنزل في تويتر طبعا. في هادف يعني. هذه ما هي حجه. اللي يحب يتابع شيء للمجد يتابعه، يوتيوب، هادف، مباشر، اعاده، كل شيء متاح. ترى على فكره تسمح لي انوه على شيء مهم. قول تفضل عشان ما نعطلك، لان عارفك إيه، لان عندي شغل والله اليوم. هاشتاقنا هو برنامج المزرعه 4. كل من سيدخل في هذا الهاشتاق وبيكتب باذن الله بحالف الحظ ان شاء الله بيفوز بعد الجوائز. طيب واللي يغرد في بيت المجد برضو والمزرعه بنفس الوقت ان شاء الله انه يصير. الله يجزاك خير. كلمه اخيره تبي تقولها بصراحه لمن عمل في هذا البرنامج، لانه في ناس اشتغلوا قبل ما ينطلق البرنامج فتره، ويمكن فاهمني وش اقصد. اي نعم نعم. يد واحده ما تصفق، وانا مجرد عود من حزمه. يعني انا تبغاني في اسماء، انا اتذكر قصه يعني قلنا صحن من حزمه. لا لا صدق صدق يعني شوف قويه يعني. كل اللي يعني صراحه كل اللي خلف الكاميرات انا ما اوفيهم حقهم، يعني ذول الشباب اللي الان الشباب الموجودين في بيت المجد او في كل برنامج في قناه المجد. لكن اتكلم قصه صراحه يعني والله العظيم انه اتذكر لحد الان وابتسم فرحا واشكر الله عز وجل ان في هذا القناه في مثل هذه الخامات. تخيل احنا متوجهين القصيم حلو، بعدين صورنا في مزرعه يوم الشوكه. ايوه ورجعنا. اي أيوة والله الحمد لله. أيوة. السلامه. الله يسلمك. أيوة. الحمد لله الاصابه اللي جتك. أيوة. يعني واحنا راجعين في الخط ممتاز. نقول في شيء ناقص. كان معنا بلال في الاضاءه، كان معنا معتز مصور، كان معي اشرف وعبد الله في سيارته ورا وانا في السياره اللي قدام، ومعنا الادوات مقسمينها في السيارتين ماشي. حلو ورايحين، فسوينا تنسيق يعني مع مزرعه فين؟ في الدلم على طول. ايوه ايوه. شقينا الرياض دزنا على الدلم في ظل التعب اللي موجود. يعني انتم خلصتوا من القصيم؟ خلصنا ورجعنا ممتاز. وانتم راجعين؟ وراجعين ومنهكين تعبانين كملنا ممتاز. الله. واحنا راجعين يا اخي كنا مرهقين يعني مره على الاخر صراحه، بس يوم وصلنا في المكان وشفنا ذي الخضار اللي قاعد يعني ترجم في الشارع يا شيخ، واحنا راجعين يا منتهي من كل شيء يا رجل، شعرنا يا رب يرزقنا النيه الصادقه ولا تضيع هذا التعب لكل الفريق اللي شارك في هذا الشارع واللي قاعد يشارك معنا في البرنامج. يا سلام. بس قبل ما يمشي يا ابو عبد المحسن، احنا عندنا في الشبكه شيء داخلي يعني كل نهايه اسبوع مجلس القطاع الاعلامي يصوت على شخصيه الاسبوع. مشكلة إذا استحى يصير هنا بنفسجي ما يصير أحمر. لا لا يشهب. تفضل. طيب فأوريكم الصورة هذه. تقدر تقرب الزوم يعني. قرب. وأستاذ أحمد يونس ابعد شوي عن المايك عشان ماني سامع. تبغى تلمحني من أول. بالله ناظروا طفى الجوال ولا شيء ولا؟ أنت بتحط وضع طيران بس. أيوه. ها شخصية الأسبوع اللي هو الأستاذ محمد الشمراني يستاهل والله، وأخذ شخصية الأسبوع بناء على المشاركة في صناعة محتوى برنامج المزرعة، المبادرة في تنسيق لمواقع نوعية في التصوير، وشارة البرنامج أيضا ما قصر فيها، وأيضا الإسهام في تحقيق النجاحات والتميز الإنتاجي لبرنامج طيب المزرعة. قبل أن بشكل سريع جدا بس ننوه للجمهور الكريم أنه هذه شخصية الأسبوع ما هي بالسهولة المتوقعة، يعني هذه شخصية الأسبوع تأخذ بالقطاع الإعلامي كاملا، إما من فنيين أو منتجين أو معدين أو مقدمين، فواحد يطلع من خلال المجموعة الكبيرة هذه فحققها الشمراني. ثم الماضي شافت يا مهندس قبل نطلع فاصل. منو؟ يا مهندس إيش سافت هذه؟ أي مهندس ذي؟ كمل نشوده يا مهندس ما أخبرها. إيش ما تخبرها؟ عادل المطيري قال لك إيش قالك عادل؟ يا مهندس كمل النشيدة. يا مهندس طيب جمهورنا الغالي رجع لكم بعد الفاصل شيء جديد انتظرونا، بس لازم ها الشمراني لازم يطلع بنفس خروجه مثل ما جاي. يلا يلا شيل قشك توكل على الله. ما عندنا مهندس كريم يعني فاصل والله. لا حول ولا قوه الا راجعين بعد الفاصل انتظرونا ان شاء الله.